بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم. إن شاء الله في سلسلة الفيديوهات القادمة هنتكلم عن شهر رمضان وعن الصيام وعلاقته بأمراض القلب. أول فيديو عايزين نتكلم فيه عن الفكرة أولا، هل الصيام يقي أم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وما تأثيره على مرضى القلب؟ في الحقيقة القرآن والسنة النبوية الشريفة جاوبوا على هذا السؤال بقول الحديث الشريف، وإن كان حديث ضعيف: صوموا تصحوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقاعدة بحسب ابن آدم مقيمات يكون من صلبه خير من قاعدة كلوا ما لذ وطاب. في الحقيقة احنا في الفيديو ده ان شاء الله عاوزين نثبت علميا وطبيا فائدة الصيام على الصحة عامة وعلى أمراض القلب خاصة. الوليمة الرهيبة التي تحتوي على كل ما لذ وطاب من أنواع الأطعمة اللي بتبقى على مائدة الإفطار بتاعتنا، ونجتمع ونتناول جميع أنواع الأطعمة حتى تكاد بطوننا أن تنفجر، في الحقيقة ليس هذا هو الصيام الذي أمرنا به ديننا والذي قال عنه الرسول صوموا تصحوا، ولكن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فكيف كان الرسول كما قيل يفطر ببعض التمرات واللبن. الأمراض القلبية، الأمراض القلبية تشمل مجموعة كبيرة من الأمراض كأمراض الشرايين التاجية والذبحات الصدرية والجلطات القلبية الحادة، ومرضى ضعف عضلة القلب، مرضى اختلال الصمامات القلبية وغيرها من الأمراض. في الحقيقة الموضوع كبير، فعندنا في مصر أم الدنيا عندنا حوالي 30 مليون مصري مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية، وده بيمثل حوالي تلت الشعب المصري، و 46% من الوفيات ما بين المصريين سببها أمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك هنتناول دلوقتي من الناحية الطبية فوائد الصيام على الجسم عامة وعلى أمراض القلب خاصة. في الحقيقة فترة الصيام في نهار رمضان، هذه الفترة الطويلة التي نمتنع فيها عن تناول الطعام والشراب، بيبتدي الجسم ياخد مخزونه من الطاقة عن طريق استهلاك المخزون الداخلي للجسم، سواء كان في خلايا في الدهون المخزنة بالجسم، فده بيؤدي إلى ذوبان الدهون المترسبة على جدران الأوعية الدموية كما نشاهد في هذه الصورة. ده وعاء دموي سليم، شريان سليم، وده شريان مصاب بتصلب شرايين، في ترسيب الجزء الأصفر ده دهون مترسبة على جدران الشريان. في نهار رمضان يتم إذابة هذه الدهون كي تستخدم كمصدر للطاقة، فيحسن من وضع الشريان ويؤدي إلى انكماش هذا الجزء من الدهون المترسب على جدار الشريان، ويؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بالذبحات الصدرية والجلطات القلبية. كذلك وجد أن صيام رمضان يؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول الحميد عالي الكثافة أو ما نسميه HDL، ونقص في الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية أو ما نسميه LDL، وده بيوفر وقاية وحماية ويقلل أيضا من فرص الإصابة بأمراض القلب. كذلك الصيام يؤدي إلى تقليل مادة تسمى بمادة الهوموسيستين، هذه المادة ضارة تزيد من لزوجة الدم وتزيد من فرص ترسيب الصفائح الدموية وتكوين جلطات قلبية. أثناء صيام رمضان يتم تقليل هذه المادة مما يؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بأمراض الذبحات الصدرية والجلطات القلبية. كذلك ومن أهم أسباب وفوائد الصيام أن في نهار رمضان، صيام فترة تتراوح من 10 ل 14 ساعة، يكون الجهاز الهضمي في فترة استراحة. هذه الفترة من الراحة للجهاز الهضمي تؤدي إلى فترة من الراحة للقلب، فالقلب يبذل مجهود إضافي كي يضخ 10% من كمية الدورة الدموية للجهاز الهضمي كي يقوم بعمليات الهضم. فاستراحة الجهاز الهضمي في نهار رمضان يؤدي إلى راحة إضافية للقلب، يقلل من مجهوده من انقباضه، مما يوفر فترة من الحماية وتقليل العبء على الشرايين القلبية.
كذلك كما يقول يدعون ديننا في نهار رمضان وفي ليلة، وكذلك في ليلة رمضان، أن إذا سابنا امرؤ أن نقول اللهم إني امرؤ صائم، ولا نتعصب ولا ننفعل. فالتسامح وعدم الانفعال والتوتر والشجار والاسترس اللي بيحصل المفروض ما يبقاش موجود في رمضان، ده هو من أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب. فتقليله وأن تعيش متسامح مع نفسك ومتسامح مع غيرك، لا تنزعج بما يفعله الآخرون، هذا يوفر فترة من الحماية والوقاية ويقلل من إصابة أمراض القلب. كذلك فترة نهار رمضان الطويلة التي يتم فيها الامتناع والإقلاع عن التدخين توفر فترة من الحماية من الأثار الضارة جدا للتدخين، حيث أن التدخين من أهم عوامل الإصابة بأمراض القلب. ويعتبر شهر رمضان فترة ممتازة للي بيفكر أنه يقلع تماما عن التدخين. كذلك حرص الصائمين على أداء الصلوات الخمس في المسجد، يذهب إلى المسجد راجلا ويعود، وكذلك أداء صلاة التراويح بالمسجد، كل هذا يمثل رياضة مفيدة لأمراض القلب وكذلك للأصحاء، وكذلك راحة نفسية تعطي سلام نفسي للإنسان. كل هذا من المفترض أن يؤدي إلى فقدان للوزن الزائد ويقلل من السمنة، بما تحمله من مخاطر شديدة على القلب والشرايين والأوعية الدموية. هل هناك دليل على أن الصيام يحمل فوائد كثيرة كما ذكرناها على القلب والأوعية الدموية؟ في الحقيقة نعم، حيث أنه أجريت عدة دراسات في كثير من الدول الإسلامية حول تأثير الصيام على مرضى القلب. ففي السعودية أجريت دراسة عام 96 على 36 مريض قلب، أثبتت هذه الدراسة أن مرضى القلب ذوي الوضع الصحي المستقر لا تتأثر صحة القلب والشرايين لديهم بشكل سلبي نتيجة الصيام. وفي تركيا سنة 99 وجد أن الصيام أيضا لا يؤثر سلبا على صحة القلب والشرايين. وفي إيران أجريت دراسة عام 2000 على 91 متطوع، أثبتت هذه الدراسة أن الصيام ليس فقط لا يزيد من فرص لا يحمل خطرا، ولكنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. وفي قطر أجريت في مستشفى حمد عام 2004 دراسة على 465 شخص، أثبتت هذه الدراسة أن صيام رمضان لا يزيد من حالات الإصابة بأمراض الذبحة الصدرية والجلطات القلبية. وفي الأردن عام 2007 أجريت دراسة على 70 إنسان، أثبتت هذه الدراسة بالدليل أن صيام رمضان يزيد من نسبة الكوليسترول الحميد العالي الكثافة الـ HDL، ويقلل من الكوليسترول نسب الكوليسترول الضار الـ LDL والدهون الثلاثية. وفي العراق عام 2010 أجريت دراسة على 86 شخص خلال شهر رمضان، وجدت هذه الدراسة أن مرضى القلب الذين يتمتعون بوضع صحي مستقر لا يصابون بأضرار في صحة القلب والشرايين نتيجة الصيام. وللأسف الشديد لم أجد أي دراسة أجريت في مصر. إذن الخلاصة أن الصيام لا يؤثر سلبا على مرضى القلب والأوعية الدموية، بل بالعكس فإن الصيام يحمل الكثير من النفع والفوائد على صحة الإنسان عامة وعلى أمراض القلب والشرايين خاصة. إن شاء الله في الفيديو القادم هنتكلم عن السؤال اللي كتير جدا من العينين بيسألوه، مين مريض القلب الذي يسمح له بالصيام، ومين مريض القلب اللي له رخصة طبية إنه يفطر رمضان؟ ده هنجاوب عليه في الفيديو القادم إن شاء الله. رمضان كريم وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.